بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. نلتقي مجددا في محاضرات الجانب العملي لمادة الماتلاب فيزياء المرحلة الثانية. نلتقي أعزائي اليوم في التعامل مع المتغيرات. ماتلاب يسمح لي بأن أتعامل مع المتغيرات بشكل أرقام صريحة أو بشكل متغيرات. فعلى سبيل المثال بإمكاني أن أسجل أي أعداد أطلب من عند احتسابها. على سبيل المثال 23 ناقص 10، هنا هاي الأرقام يقوم بعملية احتسابها، ومثل ما قلنا في المحاضرة السابقة فإن النتيجة في حالة عدم وجود علامة يساوي لأجل خزنها في متغير محدد راح يخلق متغير تلقائي اسمه أنسر، ويختصر بثلاث حروف الأولى أي إن إس. هذا الانسر المتغير مالتي راح ينخزن به النتيجة، فالنتيجة حاليا 23 ناقص 10 النتيجة 13. هذا الانسر بإمكاني أن أستخدمه يعني مرة ثانية بأي عملية حسابية لاحقة، ولكن أني يجب أن أنتبه بأن أني إذا في حالة ما أعطيت علامة يساوي انسر في 2 في اللغة العربية نحول إنجليزي answer في 2، هنا ما حاط علامة يساوي اللي راح يسوي الماتلاب راح يحتسب الانسر اللي هو حاليا قيمة بداخل 13 يضربها في 2 ويمسح مرة ثانية خزنه بمتغير انسر ويمسح النتيجة القديمة. يعني أنا هسه من أجي أقول له انتر راح يقول لي الانسر مالتك 26، زين وقع النتيجة القديمة اللي كانت موجودة ب 13 مسحت وانخزنت النتيجة الجديدة بعد أن انضرب القيمة القديمة اللي هي 13 في وقتها كانت موجودة في 2 وانخزنت النتيجة الجديدة بالعنصر مجددا ومسحت ال 13 وأصبحت القيمة الجديدة اللي بداخل هي 26، وبإمكاني أن أستخدمها أيضا. فعلى سبيل المثال سأجي أقول لأنصر تقسيم 2 راح يقول لي او يلا خلينا نسويها في تقسيم 2 راح يرجع مرة ثانية الى 13 القيمة القديمة، وهكذا اقدر انا استمر بعملية الاحتساب المباشر. لهذا يعني احنا مرات احنا نحاول ان نعطي متغير نخزن به. خل نمسح النافذة مالتي clear command مسحت، ونمسح الذاكرة clear مالتي الورك سبيس clear all مسحت. الآن خلينا نبتدي بقيمة اللي هو x يساوي 2. أنا هسه عرفت، نشوف أنا هسه عندي بالورك سبيس عندي مباشرة ظهرت x 2، ولاحظ هنا أنا أيضا بالكوماند هيستوري أنا شكو أوامر دا أكتبها دا تخزن وتسجل بالكوماند هيستوري أقدر أرجع لها لاحقا. الآن هسه x يساوي 2، القيمة شوف هنا معادلة أني عندي بها يساوي، بالتالي 2 تم خزنها داخل متغير خلقه اللي هو x وانخزنت داخل x 2. الآن أنا أقدر أستفاد من ال x بإجراء عملية. على سبيل المثال أجي أقول متغير جديد اسمه y انخزن لي بداخله x في 4، النتيجة راح تكون 8. أخذ القيمة المخزونة بداخل x اللي هي 2 وضربها اللي قيمتها حاليا 2 وضربها في 4 وانخزنت بداخل y y أصبحت 8. طيب ممكن أن أستخدم مرة ثانية x واحتسبها وأعيدها أخزنها ب y؟ نعم، يعني على سبيل المثال أني خل أنتبه أني كل ما أحط يساوي اللي على يساره راح تخزن النتيجة بداخله. فإذا قلنا x مرفوع للقوة 3، x جد 2 نرفعها لقوة 3 تصير 8، راح تخزن بداخل y. زين والقيمة القديمة مالت الواي اللي هي كانت 8 هنا راح تحذف وتخزن بها القيمة الجديدة، فالآخر قيمة للعملية الرياضية تلقاها بالمتغير. فأني هسه أنا عندي الواي اتغيرت أيضا أصبحت 8، مع الأسف نفس الرقم، خلينا نعيدها ونخليها غير رقم على مود يكون اكو اختلاف. مرفوع للقوة 4 هنا 16، فبالتالي هنا الواي اللي اخر شيء كانت 8 اصبحت عندي 16،
وأنا هنا إكس كل ما أستخدمها راح يروح يسحب لي القيمة اللي أنا خازنها بها أو الموجودة آخر قيمة اللي هي كانت 2. الآن قيمة واي 16 والإكس 2 ممكن أن أستخدمهم الاثنان في خلق متغير آخر. على سبيل المثال زد متغير جديد راح يخزن بداخله إكس زائدا واي. إنتر. راح يكون عندي الناتج 18. ليش؟ لأن أنا الإكس عندي قيمة 2 والواي آخر قيمة لها هي 16، انجمعا 2 زائدا 16 فكانت النتيجة 18. وهكذا أنا هسه الزت مالتي بإمكاني أن أستخدمه في معادلة أخرى اللي هو مثل ما موجود عندكم بالملزمة، R يساوي لي زت مقسوما على 3 وأيضا يطلع لي 6. ويبقى في بالنا يعني إحنا بإمكاننا حتى هاي المتغيرات أقدر أستخدمها بأي علاقات رياضياتية مثل R في مثل ما موجود. خلينا نلتزم بالملزمة على مود لا يحصل عندكم اختلاف هواي عن النص الموجود عندكم. ناقصا X كله مرفوع للقوة Y. هذه لو نلاحظها متغيرات أنا استخدمتها وما حطيت يساوي، يعني أنا هنا النتيجة من حقول لنفذ راح يرجع للصيغة الأولى اللي هي أي علاقة أنا أكتبها أو أرقام أكتبها بدون علامة مساواة راح يخلق لي متغير اللي هو الأنسر ويخزن لي النتيجة مالته اللي هنا أنا عندي الرقم اللي طلع لي هنا. أنا هسه اللي أنا آخر شيء مطي يمكن الفورمات جي، خليني نجي نقول له فورمات شورت اي وراح يكون اني عندي نفس النتيجه. نقول له انسر انتر. شوف هنا هذه اللي هو اثر تغيير صيغه عرض الرقم. انتبه هنا ترى الرقم المخزون بداخله هو نفسه هو هذا الرقم، لكن انا طلبت ان يعرض لي بصيغه ابسط اللي هو باستخدام الاكسبوننشال وفرضت عليه اكسبوننشال فحول ليها بدلالة الاكسبوننشال أصبح عندي 1.1068 في 10 مرفوع للقوة زائد 20. هذه الاي يعني في 10، هاي الاي اكسبوننشال أو الاكسبوننت اللي هو في 10 مرفوع للقوة زائد 20. هذا مو تغير الرقم ولا نحذف من عنده أي شيء، وإنما غير أسلوب عرضه إنه وليس تغيير الرقم. بإمكاني أن أرجع من جديد أقول له format short enter answer عرض لي المتغير answer. أيضا هنا أنا بقى لي format باعتبار هذا الصيغة الأفضل لعرضه. يمكن إذا غيره للون هاي جربوها شوفوا يا فورمات ترجع لنا إلى صيغتها السابقة واستذكروا المحاضرة السابقة لأجل تتحققون شلون نرجع على الصيغة وشون الصيغة ممكن يعرض لي بها الرقم. هذا اللي حبيت أن أقوله في محاضرة اللي هو تعريف المتغيرات variables، لأن المحاضرة اللي وراها اللي matrices طويلة وما ممكن دمجها، فلهذا أفضل بأن أعرضها ب تسجيل آخر خاص بها. شكرا.